إذا تواصلنا يستمر تحدياتنا تتواصل لشوطنا تلو الآخر. هنا شوطنا الخامس يحمل في طيات هذه الحول المحليات الأصايل، هنا 5 كيلومترات هي المسافة. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. هنا صدارة هذا الشوط والمركز الأول والقيادة الأولى يأتي في هذه اللحظات، شعار بوسعيد هنا متقدما بهذا الانطلاقي وهذا الاندفاع مع زعفران العثب الخزع بالعثب الهركي العامري. يقدم زعفران مع المركز الأول بينما ثانية التحديات هناك يتواصل أيضا مشهد العزاء ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا هنا شعار واندفاع حتى هنا فرق في هذا المسار، بينما هناك من الزاوية الصعبة الدخول في هذه اللحظات والتواصل. التواصل ايضا من شعار بن هدفه هناك اعتقد من الزاويه الصعبه هنا مشهد العزاء ايضا نتقدم ونرى ايضا هنا الاندفاع ايضا الرائع والجميل. نعم بالفعل شعار بن هدفه مع الكايد صالح بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، شعار غني عن التعريف يتواصل هنا باندفاعات الكايده في هذا المسار، قدم لنا العديد والعديد من الاسماء، بينما هناك القدوم والتواصل ايضا من جبارة حمد بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي هنا يصل في هذه اللحظات ويتواصل أيضا بشعاره، بينما هناك أيضا التواصل من معراض ياتي في هذه اللحظات الدحبة بن حمد بن دليل بلويع العامري يقدم لنا معراض في هذا المسار هنا على خامس الأسماء سادس الأسماء. هناك التواصل وهناك القدوم متابعينا الكرام من شعار ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يقدم لنا سمحة في هذا المسار والتحدي والمنافسة الرائعة والجميلة، بينما هناك الدخول على سابع الأسماء. هناك القدوم مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام شعار عبيد بهلال بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا أيضا شعاره وتحدياته في هذا المسار وهذا الاندفاع أيضا مشاهدي الأعزاء متابعي الكرام مع أفعال، بينما هناك القدوم والتواصل أيضا في هذه اللحظات بشعار بوسعيد يقدم لنا اسم آخر، يقدم لنا أيضا قرموشة العثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري، بينما هنا الوصول هنا القدوم متابعينا الكرام يأتي في هذه اللحظات مع أيضا نجلة محمد بن علي بحليس العفاري يتواصل في هذه اللحظات مع نجلة في هذا التحدي وفي هذه المنافسة وفي هذا المسار، بينما هناك عاشر الأسماء الذي نختم معاه النداء هناك شعار الزفنة بالدحب سعيد العفاري يقدم لنا احترام في هذا المسار. هذه نتيجتنا ما شاء الله وتبادل سريع ما بين الشعارات ما بين الأسماء، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. متابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، هنا الكايدة يتواصل صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري يقدم لنا شعاره ومع الكايدة وانطلاقتها، بينما ثاني التحديات وثاني الانطلاقات هنا شعار أيضا حمد بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي يتواصل مع جبارة على ثاني التحديات وثاني الانطلاقات، بينما هنا شعار بدليلة يصل في هذه اللحظات مع معراض الدحبة بن حمد بدليلة بلويع العامري، ووصل الشعار بوسعيد يتواصل أيضا في هذه اللحظات العثة بالخزع بالهركي العامري يقدم لنا زعفرانة، بينما هنا التواصل من شعار علي بن حيس العفاري يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا نجلة محمد بن علي بن حيس العفاري قادم في هذه اللحظات، وهناك أيضا شعار أيضا العثة بالخزع بالهرك العامري مع قرموشة، وهناك بالزفنة قادم والأسماء ما شاء الله القادمة، وهناك أيضا شعار سهيل بدليلة قادم في هذه اللحظات متواصلا بهذا الأداء يقدم لنا قادة هنا
مشاهد الأعزاء، أو هناك نعم بالفعل شعار أيضا بالدحبة، ولكن هناك القدوم والتواصل أيضا من الأسماء القادمة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط ما شاء الله، واندفاعت هناك شعار بن هدفة، انطلاقة شعار بن هدفة ما شاء الله تبارك الرحمن، الكايدة الكايدة هنا مشهد الأعزاء، الكايدة وأمرها كايد وانطلاقتها مميزة على مقدمة هذا الشوط، يأتي في هذه اللحظات يتواصل في هذه اللحظات مع أيضا شعار بن هدفة مع الكايدة ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاقتها جميلة واندفاعها رائع ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا أيضا صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري هنا يأتي هنا يستهدف الصدارة يستهدف الناموس، ولكن هناك بالزفنة اللحظات الأخيرة يأتي في هذه اللحظات مع احترام الزفنة بن سعيد بن الدحبة، ولكن بن هدفة والعصف الأبطال هنا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، مالك الكايدة ومن قدم لنا الكايدة صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري تهانين وناموس، المركز الثاني كان الدخول من احترام الزفنة بن الدحبة بن سعيد العفاري وصل مع المركز الثاني، ثالث الأسماء المركز الثالث هناك ايضا قرموشه للعثب الخزعب الهركي العامري، اذا عودتنا بالتاني وناموس لمالك الكايد صالح بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، توقيتها الزمني 8 دقائق 13 ثانيه 3 اجزاء من الثاني تهانينا وناموس.